الجزائر أنوان، نشرة الأخبار. وفي مستهلها، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يعزي طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض. مجلس الأمة يعقد جلسة علنية خصصت لطرح 10 أسئلة شفوية على 4 وزراء. المؤسسة الرائدة في مجال الاتصالات أريد تشارك كراعي رسمي لندوة الجزائر 2030. والي ولاية المسيلة يعطي إشارة انطلاق مشاريع تنموية في قطاعي الشباب والرياضة. أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 2023 للمجلس الشعبي الولائي بولاية يرت. الصندوق الوطني للتقاعد ببرج بوعريريج يضع باقة متكاملة من الخدمات الرقمية لصالح المتقاعدين. مصالح الدرك الوطني بولاية شلف تضع حدا لشبكة إجرامية. ولاية المسيلة تسجل ارتفاعا في أسعار اللحوم. جمعية إيخاء الخيرية تطلق مبادرة لبناء مدرسة قرآنية وبيوتا للأيتام. استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. أهلا بكم. بداية، تعرضت حافلة نادي مولودية البيض لكرة القدم لحادث سير خطير خلف وفاة شخصين وإصابة عدد من لاعبي النادي وطاقمه الفني. وإثر هذا المصاب الجلل، عز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حسابه الخاص طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض وأسر ضحايا الحادث وكل محبي الفريق. وكتب السيد رئيس الجمهورية قائلا: تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب لاعبي مولودية البيض. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين، كما أعزي كل محبي الفريق. إنا لله وإنا إليه راجعون. في خبر آخر، عقد صبيحة اليوم مجلس الأمة جلسة علنية خصصت لطرح 10 أسئلة شفوية على 4 وزراء، المتابعة للزميلة إكرام رازارة. ترأس صبيحة اليوم السيد محمد رضا سهلة نائب رئيس مجلس الأمة بتكليف من السيد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة جلسة عامة خصصت لتوجيه 10 أسئلة شفوية موجهة إلى 4 أعضاء في الحكومة تخص قطاعات الطاقة والمناجم، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، البيئة والطاقات المتجددة، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان. هو فيما يخص تغيير مسار السكة الحديدية بمنطقة شبيطة مخطط، انجرت عنها حوادث مرور خاصة الأطفال. إذن السيد الوزير رد على السؤال واخذ إجراءات وعنده معلومات دقيقة في هذا الموضوع، دونك كانت الإجابة تاعه مقنعة. لذلك كان سؤالنا موجه للسيدة وزيرة البيئة، والحقيقه كان تعقيب الرد تاعها يعني رد كان نوعا ما منطقي انهم يسوفوا، لانه الرخصه لا تمنح من هاتين، تمنح من وزاره الطاقه، لكن متابعه وحفاظ على البيئه من اختصاص وزاره البيئه. طرحت السؤال من اجل لفت الانتباه الى اننا نهضر في ثروه حقيقيه يسعى الكثير من الدول لاستيرادها لتحويلها والاستفادة منها. لهذا أنا طرحت السؤال، وإجابة الوزيرة كانت في 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 جانب كبير منه إيجابي. شاركت المؤسسة الرائدة في مجال الاتصالات أريد كراعي رسمي لندوة الجزائر 2030 التي نظمت بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، حيث تهدف مؤسسة أريد باستراتيجيتها الموجهة نحو تعميم الرقمنة في الجزائر باعتبارها مؤسسة ملتزمة بالابتكار والتقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة التي تكتسيها هذه المبادرة المستقبلية التي تهدف إلى دفع الجزائر نحو الريادة الإقليمية في قطاعات الصناعة والرقمنة والبيئة. في إطار متابعة مختلف المشاريع التنموية سيما قطاعي الشباب والرياضة عبر بلديات الولاية، أشرف والي ولاية المسيلة السيد نجم الدين طيار على وضع حجر الأساس لإنجاز قاعة الرياضات على مستوى بلدية ولاد دراج. التغطية للعويجي جلولة.
في إطار متابعة مختلف المشاريع التنموية والحيوية سيما قطاعي الشباب والرياضة، أشرف السيد نجم الدين طيار والي ولاية المسيلة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدراء الهيئة التنفيذية والسلطات المحلية المدنية والأمنية على وضع حجر الأساس لإنجاز قاعة الرياضات على مستوى بلدية ولا الدراج. كما شدد السيد الوالي على ضرورة الإسراع في الإنجاز. تشرفت دائرة الدراج بزيارة السيد والي الولاية في هذه الأمسية، وذلك بإعطاء إشارة انطلاق مشروع القاعة المتعددة الرياضات، قاعة مختصة اللي إن شاء الله راح تمثل مكسب بالنسبة لشبيبة ولاية الدراج ولدائرة ولاية الدراج بصفة عامة. تم اليوم تدشين من طرف السيد الوالي ولاية المسيلة وضع حجر الأساس لقاعة متخصصة ببلدية ولاية الدراج. الحمد لله اليوم حضرنا تدشين قاعة متخصصة ببلدية ولاية الدراج. نشكر السلطات المحلية والولاية على هذا الإنجاز، ونتمنى المزيد إن شاء الله من المرافق الشبانية لدائرة ولا الدراج. نشكر السلطات الولائية والسلطات المحلية على حجر الأساس لقاعة متخصصة تاع الرياضة، ومن هذا المنبر نشكر ساكنة دائرة ولا الدراج، والحمد لله يا رب العالمين بمزيد من المشاريع الأخرى إن شاء الله. نظم المجلس الشعبي الولائي لولاية يرت أشغال الدورة العادية الرابعة والأخيرة لسنة 2023 المسماة بالشهيد حمدي الغالي، تغطية بصغير محمد علي. نحن نعتز أنه ما كانش فيه إنهاء مهام على مستوى هذه الولاية، وهذا يعبر مرة أخرى بمصداقية العمل إطارات هذه الولاية العريقة. أنا نقف على الإدارات المعنية بهذا القطاع، خاصة مديرية شؤون دينية، مديرية التعمير، مديرية أملاك الدولة، لفض بعض الملفات العالقة اللي كانت في تسوية الوضعيات الإدارية للمؤسسات المسجدية لترقى إلى لتؤدي خدماتها في هذا القطاع الهام جدا. إذن وفقنا الله لما فيه خير ولايتنا وسؤدد وطننا. المجد والخلود لشهداء ثورتنا المجيدة. عاشت الجزائر عزيزة مكرمة. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. نظم الصندوق الوطني للتقاعد ببرج بوعريريج قافلة رقمية للتعريف بالخدمات الرقمية التي يقدمها للمتقاعدين وذوي الحقوق. تقرير نجمة حمنا. قطاع تحسين مستوى وتسهيل الخدمة العمومية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة المتقاعدين بصفة عامة والمواطنين بصفة خاصة، قام الصندوق الوطني للتقاعد خلال هذا الشهر بتنظيم قافلة التقاعد الرقمية تحت رعاية السيد وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي. تهدف هذه القافلة إلى التعريف بالخدمات الرقمية لفائدة المتقاعدين عن طريق زيارات ميدانية لمختلف بلديات الولاية لتقرب الإدارة من المواطن، أين تم تقديم شروحات حول كيفية استخدام هذه الخدمات الرقمية للاستفادة منها عن بعد. يستطيع المتقاعد الحصول على جملة من الخدمات مباشرة من مقر سكنها دون التنقل إلى الوكالة أو فروع الوكالة. من بين الخدمات الرقمية الموجهة مباشرة للمتقاعدين هو إمكانية استصدار واستخراج شهادة الدخل، الخدمة اللي عندها أثر كبير بالنسبة للمتقاعد، وهي خدمة التعرف على ملامح الوجه، واللي عندها ثلاث مميزات أساسية. الميزة الأولى أنها تجنب إيقاف الراتب بالنسبة للمتقاعد، راح تجنب التنقل إلى البلديات لاستخراج شهادة الميلاد، وراح تجنب التنقل إلى الوكالة أو فروع الوكالة لإيداع هذه الشهادات. تمكنت أفراد الدرك الوطني بولاد عباس ولاية شلف من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأة مختصين في تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية. التغطية لمختار بن علي.
في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بأولاد عباس من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص، من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و33 سنة، من أجل تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول ببلدية أولاد عباس. جاءت العملية استغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتوزيع وطرح أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة للتداول في إقليم بلدية أولاد عباس. وبعد وضع خطة محكمة وترصد تحركات الأشخاص المشتبه فيهم، تم توقيف جميع أفراد الشبكة مع ضبط بحوزتهم مبلغ مالي من العملة الوطنية مزورة. وفي نفس السياق وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم، أين تم حجز جهازي حاسوب محمول، 3 طابعات، وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي معدلة. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا. الرقيب الأول مقدش أحمد، قائد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني ببلدية أولاد عباس. بعد أن سجلت أسعار اللحوم مستويات قياسية وهو ما أنهك جيوب المواطنين وذوي الدخل الضعيف، هذا الارتفاع أصبح يقلق الكثير، في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول انهيار أسعارها بأسواق ولاية المسيلة. المراسلة للعويجي جلولة. بعد أن سجلت أسعار اللحوم بأنواعها مستويات قياسية وهو ما أنهك جيوب المواطن ذي الدخل الضعيف وأصبح هاجس ارتفاعها يشكل صداع رأسه، تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مفادها أن الأسعار في الانهيار بأسواق المسيلة، اقتربنا من تجار المدينة للحوم بالسوق المغطاة، تبين أن ما تداولته المنشورات لا أساس له من الصحة. خويا اللحم في المسيلة كان اللحم البيبتاكي يدير 250 واللحم البرما يدير 180. اللحم تاع الوطن نقصة الطلبية عليه. كيلو تاع نعجة ولا كيلو تاع خروف 250 والنعجة ب 170. الدجاج أنت شفت وين صباح؟ الدجاج صباح ب 58 و59. الإنسان الفقير ما يقدرش باش يلحق للدرجة باش يشري اللحم بسعر غالي، والأسعار راهي كل يوم تزيد. نهار بعد نهار الدجاج راه يسوى 60 في الكيلو 55 في الكيلو، لحد الساعه السوق راه ما طاحش حتى العجل، بسكلا كما قلنا الندره في الحمل المستورد. هذه واحده. ثانيه راني نسمع في هضره انهم راهم يقولوا وزاره التجاره تقلبوا ب 120000. الى عاد الهضره هذه صح، اسكو راح تقلبوا ب 120 في الدوله؟ لا اسكو هذه راهي خطا في خطا. الحق يقال الحم تاع البلاد يبقى تاع البلاد. من أجل إرساء دعائم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، سرعت جمعية إخاء الخيرية بولاية عين صالح إلى إطلاق مبادرة لجمع التبرعات من المحسنين من بناء مدرسة قرآنية وكذا تشييد بيوت للأيتام. تغطية لعبد الرزاق سلامة. بناء المدارس القرآنية وتشييد البيوت لليتامى والأرامل والمساهمة في إنجاز مشاريع لفائدة المصلحة العامة كمشروع إنجاز غرفة حفظ الجثث هو ثقل حملته جمعية إخاء الخيرية هنا بولاية عين صالح من خلال جمع التبرعات لتقوم بصرفها في أعمال خيرية. الحمد لله يا رب، الحمد اليوم ربي وفقنا إلى هذا المشروع الخيري، وهذا المشروع الخيري المتوسل في مدرسة قرآنية إن شاء الله ودار السبيل. والحمد لله الجمعية راهي قامت بكل بعض الأعمال الخيرية، منها 6 ديار خدمناها من الفقراء، كان يتامى خدمنا لهم 6 ديار، هذا بفضل الله وبفضل المحسنين. وطبعا هذا طبعا بفضل الله وبفضل تكاتف لمختلف المحسنين والأيادي نتاع شباب الذين هم ينشطون في هذه الجمعية، كما من هذا المنبر أقدم لهم التحية. دوليا صرحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أي مصداقية للعدالة الدولية ويفقدها أي قيمة عملية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا لنهار اليوم، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة.